اهلا بكم في قناتي قناة اكلات هلا. النهاردة هنعمل كذا شكل بقى لتشكيل العجينة من ادوات المطبخ عندك، يعني لو ما عندكيش اشكال تقدري تشكلي بيها العجينة ما تخليش حاجة توقفك. عندنا كذا شكل هنعمله بحاجات بسيطة قوي عندنا كلنا في قلب المطبخ. اول شكل معانا هو شكل الزرار، هنعمل بسكوت على شكل الزرار بالشاليمو، وهنعمل كده في العجينة هتطلع معانا بالشكل ده. الأولاد هيحبوا قوي الأشكال دي. الشكل التاني اللي معانا هنعمله بوحدة مكرونة يا سن القلم، وهتشكليها بالطريقة دي. ادتني شكل جميل جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. معايا شكل تاني، كل ده هنعمله بحاجات موجودة عندك في قلب البيت، يعني كلها في المطبخ. دي عصارة برتقال هعملها كده، هتطلع معايا زهرة جميلة بالشكل ده. الشكل الرابع الرابع معايا هيكون بالمضرب، هنعمل كده بس هيتشكل معانا شكل تحفة جميل. الشكل الخامس معانا كل دي زي ما قلتلك بحاجات موجودة عندك في قلب البيت، انت مش محتاجة فرم ومش محتاجة تجيبي فرم علشان تشكلي العجينة بتاعتك، لأ انت من حاجة البيت وهتعملي كل حاجة. ده الشكل تاني هنعمله بالمضرب، هنحطه في الكاكاو او في القهوة وبعدين تحطيه كده في العجينة، هيديكي شكل تحفة بجد، اشكال تحفة تحفة يا جماعة. وفي مع التسوية كمان بتطلع جميلة جدا، ومن غير ما نكلف نفسنا، يعني من غير ما نكلف نفسنا ونجيب فرم ونجيب حاجات، لا انت اخترعي اشكال بحاجات عندك اصلا واعمليها. هنعمل شكل سادس معانا او سابع بقى احسبوا، الافكار كتير جدا وانت تقدري تبتكري وتخترعي من عندك اشكال كتيرة جدا. ده عملت نص كاكاو نص بن وبالقهوة يعني والابيض، وهعمله بالشكل ده بالطبق، هيطلع لي الشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه اهو. هعمل واحدة اكبر شوية. القهوة يا جماعة بتدي طعم جميل جدا للبسكوت عندي، انا بحبها كمان عن الكاكاو. جربوا البسكوت بالقهوة تحفة تحفة بجد. من حاجات بسيطة جدا عندك وموجودة عندنا كلنا في كل بيت، عملنا كذا شكل وكذا فكرة. ده برضو هعملها كده بالطبق، ادورها كده مع بعض بالطبق، هتطلع لي الوردة الجميلة دي. ولا ما كانت بجيفور بقى، ولا ما كانت بسكوت ولا حاجة، لا عندك اهو كل حاجة عندنا. وبعدين احنا الستات شاطرين بنعرف نتصرف ونعرف نعمل اشكال كتيرة جدا من غير ما نستخدم مكان، ومن غير ما نكلف نفسنا ولا نجيب فرم ولا مكان ولا اي حاجة. انا اديتك افكار، الافكار دي قليلة جدا، في افكار كتيرة جدا جدا انت تقدري تعمليها، وعندنا حاجات كتيرة ممكن نستخدمها في المطبخ نشكل بيها. انت بس فكري وفنني وهتطلعي احلى شغل والله، وهتكوني فرحانة ومبسوطة بنفسك جدا ان انت ابتكرتي حاجة او عملتي شكل. ده شكل وردة برضو معايا اهو، ان انت عملتي حاجة من نفسك وانت اللي اكتشفتي نفسك
وانتي اللي عملتيها من مكونات موجودة عندك. ده غطا علبة توابل، هيديني برضو شكل حلو قوي اهو، شايفين الولاد هيعجبوا جدا بالاشكال دي والله، لان هي اشكال جديدة ومبتكرة.